نداء من الفريق أول دكتور جبريل إبراهيم محمد نائب رئيس الجبهة الثورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أترحم في هذه اللحظة التاريخية الجليلة على أرواح شهداء ثورة 23 من سبتمبر 2013 المجيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان. ثم أؤكد لجميع المستمعين أن البربرية التي تواجه بها هذه العصابة المجرمة شعبنا الأعزل وتقتل بها الطلاب والأطفال بهذه الصورة البشعة لن ترتد إلا إلى نحورهم. نحن واثقون تماماً أنهم سيدفعون الثمن قريبا جدا. ونحذر هذه العصابة المجرمة عصابة الإنقاذ أنهم سيدفعون الثمن، وخير لهم قبل فوات الأوان أن يقلعوا عما هم مقدمون عليه. وأوجه ندائي بصورة خاصة إلى أبناء الشعب في قوات الشعب المسلح وفي قوات الشرطة الموحدة وفي سائر القوات النظامية أن يقفوا وقفة مهمة مع النفس، أن يراجعوا مواقفهم. أيريدون أن يكونوا مع الشعب ومع الوطن وأن يبروا قسم الجندية الذي أدوه، أم يريدون أن يكونوا عملاء لعصابة مجرمة تقتل الشعب وتفتك بهم؟ عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يقفوا هذه الوقفة. هذه لحظة مهمة ومنعطف خطير في تاريخ بلادنا. نحن ندعوهم إلى أن يختاروا صف الشعب، أن يختاروا مربع الشعب، وأن يقفوا في وجه الطغاة، وأن يقفوا في وجه المجرمين الذين أذلوا هذا الشعب وعذبوه وأدخلوه بيوت الأشباح وقتلوا الناس في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وأبادوا القبائل في دارفور. عليهم أن يقفوا وقفة قوية حتى لا تنتقل الإبادة الجماعية إلى الخرطوم. ونحن نشاهد الآن نظر هذه الإبادة في الخرطوم. الآن البشير يقول لمن أراد أن يخرج في مظاهرة الجمعة عليه أن يخرج بكفنه. هذا ما قاله في حقيقة الأمر في الفاشر، أنه لا يريد جريحا ولا أسيرا. الآن يريد أن يقتل الشعب كله. بمن يقتل هذا الشعب؟ يريد أن يقتل الشعب بقوات الشرطة، بقوات الجيش، بالقوات النظامية، على القوات النظامية جميعا أن يقفوا في وجه هذا الطاغية وأن يقفوا في وجه ميليشياته وأن يدافع عن الشعب بدلا من توجيه السلاح في صدر الشعب العازل. هذا أمر مهم. الأمر الآخر المهم الذي نريد أن ننبه للناس أن الجبهة الثورية السودانية لم تتدخل حتى هذه اللحظة عسكريا، وإنما تؤيد ما ثورة الشعب وتدعم هذه الثورة وتباركها. ولكن النظام إن أصر على السير في الخط الدموي فستتدخل الجبهة في الوقت المناسب للدفاع عن الشعب. لا مجال للمساومة في أرواح الشعب. ولذلك نحن نقول أن الترهات والأكاذيب التي يطلقها المسؤولون في النظام لا أساس لها من الصحة. ليس للجبهة دي وجود عسكري بأي حال من الأحوال الآن في مدن السودان. وإن كانت الجبهة في كل هذه المدن تحمل السلاح فأين النظام إذن؟ الكلام كله لا أساس له من الصحة. ولكن سيأتي اليوم
الذي يرى فيه النظام قوات الجبهة في هذه المدن، وخير وذلك وتلك لحظة أرجو أن لا ينتظروها، فهي لحظة صعبة بالنسبة لهم. والنداء الأخير وجهه إلى شعبنا، إلى جماهير شعبنا، إلى جماهير حركة العدل والمساواة السودانية، إلى جماهير الجبهة الثورية السودانية وكل التنظيمات المنضوية تحت لوائها، وإلى الشعب السوداني عامة أن يخرجوا في هذه المظاهرات. هذه ثورة انطلقت ولا عودة لها، هذه الرصاصة انطلقت ولن تعود إلى مكانها مرة أخرى. الثورة منتصرة لا شك عندنا على الإطلاق، نحن واثقون والنظام وفر كل أسباب الثورة وأسباب النصر، ولذلك يجب أن يتهيأ الشعب للتغيير وأن يخرج وأن يقود هذه المظاهرات وأن يقود الثورة في مواجهة النظام إلى أن نصل إلى ما نصبه إليه جميعا. كاد الصبح أن ينبلج ولا، وهذه اللحظة لا تقبل التراخي بأي حال من الأحوال ولا الاستكانة. كفى شعبنا قد استكان وصبر لربع قرن من الزمان، آن الأوان أن يهب وأن يرمي بهذه العصابة المجرمة في مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله.